حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده. متابعينا متابعي طقس العرب الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وصحة. نقدم لكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية الخاصة بالمملكة خلال الأيام القادمة. نبدأ معكم هذه النشرة الجوية باستعراض أهم محاور حالة الطقس المتوقع حاليا، سنناقشها بهذه النشرة الجوية. درجات حارة مرتفعة متوقعة خلال الأيام القليلة القادمة، درجات حارة أعلى من معدلاتها المعتادة في مثل هذا الوقت من العام نظرا لتواجد كتلة هوائية باردة ومنخفض جوي في مناطق بلاد الشام المجاورة، ذلك يدفع بكتلة هوائية أكثر دفئا من المعتاد صوب العديد من مناطق المملكة. بالتالي هناك احتمالية أو توقع لنشوء حالة جوية من عدم الاستقرار الجوي. هذه الأحوال غير المستقرة ستعمل على بمشيئة الله على تكاثر السحب الركامية الرعدية وهطول زخات أمطار متفاوت الشدة فوق العديد من مناطق المملكة بمشيئة الله تعالى خلال الأيام القادمة. أيضا يرافق هطول هذه الأمطار تشكل ما يعرف بتيارات نشطة على السطح، وكذلك الحال تيارات هابطة من هذه السحب الرعدية، مما يؤدي إلى حدوث إثارة كبيرة للغبار والأتربة وحدوث تدنن متفاوت في مدى الرؤية الأفقية فوق العديد من مناطق المملكة بمشيئة الله تعالى. نبدأ معكم هذه النشرة الجوية باستعراض لآخر صور الأقمار الاصطناعية والتي توضح حركة السحب. نحاول أن نلاحظ معكم خلو سماء المملكة تقريبا من أي تواجد للسحب الهامة والممطرة مع ساعات صباح وظهيرة هذا اليوم الاثنين ساعة إعداد هذه النشرة الجوية. توقعات الخاصة بالفترة القادمة، نبدأ معكم بتوقعات درجات الحارة في طبقات الجو المنخفضة. لاحظوا معي هذه الألوان الداكنة خلال ساعات نهار الاثنين، كانت كذلك الحال توقع استمرارها خلال ساعات نهار الثلاثاء بل وتزايدها في أجزاء الغربية من المملكة خصوصا، وبالتالي توقعات بزيادة أجواء أكثر دفئا من المعتاد في العديد من المناطق. على النقيض تماما نلاحظ معكم هذه الكتلة الهوائية الباردة المتموضعة في مناطق شرق البحر الأبيض المتوسط ومناطق بلاد الشام المجاورة، ذلك يدفع بهذه الكتلة الهوائية الدافئة لتسيطر على عموم مناطق المملكة أو العديد من مناطق المملكة خلال الأيام القليلة القادمة. لاحظوا معي يوم الأربعاء دخول هذا الهواء البارد صوب مناطق شمال المملكة، ذلك يدفع بالمزيد من الارتفاع في درجات حارة لا سيما فوق المنطقة الشرقية مع ساعات النهار يوم الأربعاء كما هو مبين، في حين تبدأ درجات حارة بالانخفاض في مناطق القطاع الشمالي كما تحدثنا، بعض مناطق القطاع الغربي ولاحقا نحو مناطق القطاع الأوسط من المملكة بمشيئة الله تعالى. لكن هذا الانخفاض لن يكون كبيرا بسبب تكدس هذا الهواء البارد فوق المنطقة الشمالية بمشيئة الله تعالى. توقعات نظام محاكاة الأمطار الخاص بنا هنا في طقس العرب، نلاحظ معكم خلال الفترة القادمة بدأ هطول هذه الأمطار في مناطق بلاد الشام المجاورة، وبدأ نشوء أحوال جوية غير مستقرة في سلسلة المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية وتوقع اشتدادها بمشيئة الله مع نهاية الأسبوع الجاري، في حين نلاحظ معكم أيضا نشوء أحوال جوية غير مستقرة في مناطق عديدة من القطاع الشمالي الأوسط، كذلك الحال منطقة الرياض خلال يوم غد الثلاثاء بمشيئة الله، وبالتالي هطول زخات أمطار متفاوت الشدة إجمالا ما بين الخفيفة إلى المتوسطة، لكن تصحب بالرعد في بعض المناطق، كذلك الحال تصحب بإثارة للغبار والأتربة. يستمر مسير هذه السحب الركامية بمشيئة الله تعالى نحو المنطقة الشرقية من المملكة خلال ساعات ليل الثلاثاء الأربعاء ومع ساعات صباح الأربعاء. نلاحظ معكم مع ساعات نهار الأربعاء استمرار تساقط هذه الأمطار بحول الله في القطاع الشرقي من المملكة، كذلك الحال استمرار الأحوال الجوية غير المستقرة فوق سلسلة الجبال الجنوبية الغربية وامتدادها أيضا في وقت لاحق إلى مناطق نجران الحدودية مع اليمن كذلك الحال، وامتداد بعض الزخات أيضا صوب أقصى المنطقة الشرقية من المنطقة الوسطى ومنطقة الرياض مع ساعات مساء الأربعاء ويوم الخميس. نلاحظ معكم يوم الخميس زيادة في وتيرة الأحوال الجوية غير المستقرة فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية وزيادة في حدة التكونات السحب الرعدية، وبالتالي تحذيرات حينها من جريان السيول في تلك المناطق. نختتم معكم هذه النشرة الجوية باستعراض توقعات منطقة الرياض خلال الثلاث أيام القادمة. لاحظوا مع ارتفاع درجات حارة يومي الثلاثاء والأربعاء لتقترب من حاجز 30 درجة مئوية، أجواء أكثر حرارا وجفافا من المعتاد، لكن مع ساعات ليل الثلاثاء على الأربعاء وساعات نهار الأربعاء تتهيأ الفرصة في منطقة الرياض بمشيئة الله تعالى لهطول زخات من الأمطار تكون إجمالا ما بين الخفيفة
إلى المتوسطة، كذلك حال تترافق هذه الزخات أيضا باحتمالية لإثارة الغبار والأتربة، وبالتالي حدوث سدان متفاوت في مدار الأفقية. يوم الخميس كما تحدثنا انخفاض قليل الحارة وتحرك الفعالية الجوية الممطرة نحو القطاع الشرقي من المملكة. كان كل ذلك حتى اللحظة للقاء.